بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء وهذه الرحله الايمانيه المباركه وحديث الامام الطيب. فضيله الامام قبل ان نستكمل الاسماء الحسنى بعض المشاهدين تساءلوا عن صفات الحوادث، ما هي صفات الحوادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه علي وبعد والسلام. نعم هو مصطلح قديم يستخدم دائما أو يستعمل في العلوم العقلية في التراث الإسلامي نعم ومعنى الحادث هو الذي وجد بعد عدم نعم يعني كان معدوما ثم وجد نعم يعني معنى حدث زي ما نقول حصل شيء يعني أو حدث شيء فهي سهلة لكن معناها حادث انه وجد بعد عدم. نعم. وهو يعني في في نقيض او في مضاد قديم. نعم. كلمه قديم معناها الذي لا اول له ولا عدم يسبقه. وهو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. غيره نسميه حوادث جمع حادث يعني وهو الذي سبق وجوده عدم ووجد بعد عدم حدث بعد عدم نعم معنى الحوادث، حينما اقول صفات الحوادث عن صفات المخلوقين. كلمه حوادث عن المخلوقين او لا. المخلوقات هي كده الموجودات بالضبط. كلها الموجودات او المخلوقات لكن ليس سميتها حادثه لانها حدثت بعد عدم. يعني وهذا هو الفرق بين الحوادث وبين الله سبحانه وتعالى، صفات الحوادث وصفات الله، يعني صفات المخلوقين وصفات الله، صفات الله قديمه لان ذاته قديمه نعم. وطبعا سواء يعني وجد من تتعلق به هذه الصفات او لم يوجد شيء يعني مش وارد انما هي صفات قديمه وذات قديمه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وبخلاف الحوادث فانها ليست قديمه لها بدايه ولها نهايه طبعا، لها بدايه لم تكن قبلها موجوده، كانت في كتم العدم. آه ثم وجدت بعد ذلك. فالحوادث هي المخلوقات. فكل ما خلى الله سبحانه وتعالى كل ما, ما خلى الله نعم هو أنا حادث ولذلك هو اللي قلنا عليه في الشاعر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق كلمه قالها الشاعر الا كل شيء ما خلى الله باطل، كل شيء يعني غيره حادث باطل يعني يبقى حادث يبقى باطل الى فهذه كلمه يعني قد يكون جرسها او لفظها محير قليلا لكنها هي حوادث يعني المخلوقات لا. التي خلقها الله سبحانه هو هي ما سوى الله سبحانه وتعالى لا. لما سميت حوادث لانها حدثت بعد عدم وجودها جاء بعد عدم لا. في مقابل الله من صفاته أنه قديم سبحانه أزلي يعني لا أول له ولا ووجوده ليس بعد عدم وانما وجوده أزلي أيضا لا. فهذا هو الفرق بين يعني الازل القديم وبين الحادث بعد عدم او الموجود الحادث بعد عدم نستكمل مع فضيلتكم رحلة السلام مع اسمه السلام وحظ المسلم من هذا الاسم. طبعا الكلام كثير هنا لكن يعني ان شاء الله نوفق في اختصاره الى حد معقول وهو ان اذا قلنا ان السلام هو التنزيه وهو التطهير فمعنى ذلك ان الانسان يستطيع أن يتخلق بأخلاق هذا الاسم في نعم. تطهير قلبه تطهير لسانه وتطهير جوارحه نعم. لأن فعلا وأهم حاجة اللسان فاللسان طبعا وأنا معروف أن في معنى الحديث أن الرجل يعني من غضب الله لا تكلموا بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم نعم. سبعين خريفا ودي بيجي الله. في حالات السخرية من الآخرين أو الاستهزاء من الآخرين لأن نتيجتها ألم شديد يصيب الآخر حينما يعني تبلغه هذه السخرية أو حين يسمع منه هذه السخرية فمطلوب من الإنسان أن, أن, أن يسلم لسانه من هذه الآفات نعم. وآفات اللسان كثيرة جدا منها الكذب منها الغيبة منها النميمة نعم. منها السخرية كما قلنا منها الاستهزاء حتى أمور. سبحان الله فضيله الامام يعني قدمت سلامه اللسان على سلامه اليد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فعلا هذا مثلا إن نستدل به نعم وايضا سلامه القلب نعم ومن و و و خطر سلامه القلب طبعا سلامه القلب من ما كل كل حاجه من دولها امراض ولها افات يعني افات اللسان الكذب والغيبه وكذا وكذا افات القلب الحقد والحسد والكره والبغض الى اخره نعم. ف يعني في الآية الكريمة كأنها تجعل النجاة يوم القيامة هو مرتبط بأن يأتي العبد بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب, بقلب سليم. سليم سليم من إيه؟ سليم من المعاصي معاصي القلوب نعم. ومعاصي القلوب كما يعني كما سمعنا من شيوخنا أخطر من معاصي الجوارح سبحان الله. اه طبعا لان معاصي الجوارح عاده ما ترتبط بالشخص العاصي. يعني محدوده به لا اثارها السيئه لا تتجاوزه. نعم. الى غيره، لكن شوف الحق دائما مع اخر، الحسد دائما مع اخر، الكره دائما مع اخر. فمعاصي القلوب معاصي متعديه عابره للقرارات. كمان. اوسع من دائره الجوارح. طبعا الكثير. وتؤذي الاخر. وتؤذي الاخر نعم. يترتب عليها اذى. وكذلك يعني برضو معاصي تطهير الجوارح من من المعاصي فاذا المؤمن او المسلم يستطيع ان يتخلق او يعني يستفيد من هذا الاسم في ان يسلم عقله ولسانه وقلبه وجوارحه مما نهى الله عن ارتكابه من معاصي وذنوب وآفات إلى آخره لكن اللافت للنظر هنا أن الإسلام يركز كثيرا على على سلامة القلب أو على السلامة من يعني الرزائل والحث ويركز على الحث على الأخلاق البرنامج الأخلاقي في الإسلام برنامج أساسي يعني وإحنا برضو من 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 آفاتنا في العصر الحاضر ده نعم. أن احنا حصرنا الإسلام والمسلم في الصلاة والزكاة والعمرة والعقيقة والكلام ده مع أن الرسول الكريم بالضبط. صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق بالضبط. وليس الأخلاق نعم. أنا كمان أريد أن يعني أركز على حضرتك مثلا احنا قلنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب, بقلب سليم نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت وذكرت حضرتك قال المسلم، شوف المسلم عرفه بإيه؟ لم يقل المسلم هو من آه يتهجد أو يقوم الليل أو يذهب إلى المساجد أو كذا أو كذا. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. نعم. ده جانب أخلاقي بحت وهو أنك أنت في لسانك يعني يعني ودي دي سلامه اللسان اتكلمنا يعني. عليها. ان تصون لسانك عن ايذاء يعني. الناس او يعني. عن الوقوع في سيرتهم او غيره. ومرتبط يعني. بسلم من سلم يعني باسم السلام يعني. بلسانه ويده، وفي حديث برضه انه صلى الله عليه وسلم ما لعن مسلما من لعنه تذكر ولا انتقم لنفسه شيئا يؤتى اليه الا ان تنتهك حرمات الله. يعني حتى لو كان اسيء اليه ما كان يرد هذه الاساءه. سبحان الله. الا فقط اذا انتهكت حرمات حرمات الله ده دوره الان كنبي لا لازم يصحح ولازم يتصدى ولازم يواجه ولا ضرب بيده شيئا قط الا ان يضرب بها في سبيل الله. سبحان الله. فطبعا يعني ال ال في روايه حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. بعض الناس يقول لي هذه دعوه لل يعني ازاي واحد يسيء الي وانا يعني أقابله باحسان. يعني كيف اقابل الاساءه بالاحسان؟ هذه دعوه الى الخنوع الى الضعف وخاصه الجماعه اللي يعني بي... اللي هم بيمشوا وراء فلسفه القوه زي فلسفه نيتشه و... وفلسفه القوه وان الانسان العظيم هو الانسان القوي وان الانسان ضعيف ده حقير ويجب التخلص منه فلسفه نيتشه تقوم على هذا قامت في المانيا و... واثرت فيما يفعله ال... ال... ال يعني المستكبرون بالمستضعفين الان. اعود فاقول ان الـ يعني ليست هذه دعوه الى الخنوع او الى الخضوع او الى الضعف. ليه؟ لاني نفس الحديث لو انتبهت لي في الاخر ينفي هذا، يعني هو بيقول لك ما لعن فعلا ولا انتقم لنفسه كذا ولا ضر بيده شيئا <سؤال> ثم يقول حتى تنتهك من حرمات الله فينتقم، يعني اذا انتهكت حرمات الله <سؤال> يقوم. وهذا هو المعيار. آه نعم يقوم يعني هو لو ضعيف لو احنا بنتكلم كده على اصل الضعف، اصل الضعف يعني وطبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم <سؤال> الجبن ما يتجزأس الجبان جبان في كل المواقف. نعم انما ينفعش حيبقى في 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 جبان في موقف واسد في موقف اخر، ده مش لا. ممكن. فهو بيقول لك اه لما لما يعتدى عليه او لما يساء اليه يسالم ولا يرد ولا ينتقم ولا لكن اذا انتهكت حرمات الله يكون كالاسد في الرد فاذا الحديث نفسه يتضمن الرد على هؤلاء انما يعني ان يتجاوز عمن يسيء اليه هذه قوه وليس ضعفا لا لا طبعا هذه قوه وقوة من نوع معين يعني لا, 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 يتحملها كثيرون أو لا يضيقها كثيرون وإنما فقط الذين يعني أدبهم الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبهم وهم الأنبياء ومن على شاكلتهم ومن يقتدون بهم فضيلة طبعا والقرآن الكريم برضو ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور طب القرآن يدعو إلى الضعف انما يعدو منتهى القوة. قوة يعني رحمة القوي بالضعيف المسيء. نعم. بالضعيف المسيء، ورحمة القوي بالضعيف غير المسيء شيء طبيعي وشيء يعني يعني ده انما بالضعيف المسيء هنا تظهر قوة لا. هذا الرحيم. والحقيقة يعني تركيز الـ الـ الإسلام على حسن الخلق عجيب، عجيب جدا، والله أنا أتأمل في آيات مثلا يعني في آية سورة البقرة مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الحد هنا بعز يقول لك البر اللي هو قمة الإسلام والإيمان ليس هو أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني لا. هو طبعا نزلت في آية في انتقال الله طيب أما البر إيه اللي هو يعني قمة الإسلام أول حاجة بيصفها بيحددها الإسلام البر هو نعم هنا ذكر الايمان. نعم. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. نعم. انتقل فورا بعد ذلك عشان نقول لك البر واتى المال على حبه. شوف انتقل الى الجانب العملي الاخلاقي. بعد اركان الاسلام وقواعده انتقل الى الاخلاق. انتقل العقيده الاول العقيده. نعم. وبعدين بعد العقيده مباشره الأخلاق. انتقل الى الاخلاق ولكن وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب يعني لا. اللي هو عتق الرقاب المجالات دي كلها مجالات اخلاق ومجالات مساعده الضعيف نعم ومساعده الـ 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 الاخر بعد كده ثاني يعني انتقل الى جانب العمل بمثال الصلاة والزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة كلمتين ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى جانب الأخوة. الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عهدوا لجانب خلقي لا. يعني مش الغادرين ولا الناكسين العهود وبعدين والصابرين في البأساء والضراء لا. وحين البأس وفي الآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان الله فعلا الايه لما يقول لك البر هو واحد اثنين ثلاثه هتلاقي اربعه في العقيده مثلا واثنين في العمل والباقي في, في, الاخلاق اللي هي الصلاه والزكاه نعم والباقي رجع ثاني للأخلاق, للاخلاق مساعده الضعيف والفقير وذوي القربى واليتامى وبعدين في الاخر اولئك الذين صدقوا هل يمكننا من 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 هذه النقطه ان نعتبر ان سلامه القلب ضروره طبعًا وليست اختيار ده, 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 ده هي النجاه سبيل سبيل النجاه نعم. القلب و, و, واللسان و, و وهذا اللسان فعلا يعني وقارن ذلك بما بما يحدث للناس في في يعني على الاثير وعلى الهواء وعلى الفضاء من تهم واتهامات واكاذيب نعم <applause> ويعني و... و... وتتاثر بها الناس وتتاثر بها الاسر ويعلم الله انها كذب في كذب هؤلاء يعني فكروا في مصيرهم بس هيبقى الوضع ايه تدبر سوره الماعون عجيبه ايضا والله ارايت الذي يكذب بالدين وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله <applause> للناس جميعا في القراشيين وغير القراشيين يعني النبي صلى الله عليه وسلم بي الله سبحانه وتعالى بيقول يعني هل تعلم المكذب بالدين من هو المكذب بالدين نعم. كنا منتظرين يقول فذلك الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا, ولا, ولا يحج نعم. ولكن فذلك الذي يدع اليتيم هذا الذي يسيء إلى اليتيم نعم. يقسو عليه يعني يدفعه بعنف نعم. أو يمنعه حقه ده جانب أخلاقي جانب أخلاقي بأول حاجة المكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم نعم. ثانيا ولا يحض على طعام المسكين لا يشجع الناس ولا يدعوهم ولا يدعو نفسه الى اطعام المسارعه باطعام المسكين نعم. هذا هو المكذب بالدين كان الدين نعم. هو رحمه اليتيم واطعام المسكين نعم هذا واضح اهو ارايت الذي يكذب بالدين من المكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه ويسيء نعم. اليه ولا يحض على طعام المسكين لا. بعد ذلك قال نعم فويل للمصلين الذين لا. هم عن صلاتهم ساهون كويس رجعنا أن الصلاة لأنها عماد الدين لا. فقال ويل لهم الذين هم عن صلاتهم ساهون طيب ومع ذلك لم يكتفي بهذا فقط لجريمة نعم. لكن ربطها بجريمة أخلاقية أخرى يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون نعم جاب خلق المراءة يعني يراءون الناس لما يقوموا يصلوا يراءون الناس لا. ثم ختمها ايضا بجانب اخلاقي ويمنعون الماعون لا. يعني لا يقدمون للناس او لا يعينوهم ولا يسلفوهم ولا يقرضوهم شيئا حتى لو كان هذا الشيء تافها وبسيطا لكنه يعين على امور الحياه حتى قالوا منها المخيط وطبعا ايامهم نعم. والدل وكذا 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 يعني هذا الذي يمنع هذه الاشياء البسيطه مثلا الجاره التي تمنع جارتها او الجار الذي يمنع جاره من هذا او صديقه او الى هذا يدخل في المكذب بالدين كان يا اخواننا الدين مش عمليه يعني انا رايح العمره ورايح جاي على المسجد وانا بتهجد وانا لا هو هو هذا ولكن ده جزء قليل جدا من اجزاء اخرى. نعم. هذه الاجزاء الاخرى هي التي ذكرناها سواء قلنا في اتى المال على حبه ذوي القربى كذا 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 او هو الذي آه يعني آه يحسن الى اليتيم هو الذي يحض على طعام آه المسكين آه هم الذين لا يراءون مليشي وشين. لا. وهم الذين يسارعون بما بمعو... الى معونه الناس او الى معاونه الناس في اي شيء شكرا فضيله الامام شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده واسماء الله الحسنى باذن الله